مدرب وطني عرفت انا كنت نلعب دربك كنت انا فريق الوطني وهو عين وانا كان مسؤول على الفريق ونعرف القيمه نتاعو كلاعب نعرف التربيه نتاعو يعني انا مانيش انا نتكلم البارح كنت نقرا في واحد الجاوري جاوري عنده قيمة كبيرة بالنسبة للتاريخ فات ست سنين بونيفاس لعب مانشستر يونايتد ايه واسمه كونتونا إيريك كونتونا دار عليه ان دوكيمونتير تاع ليكيب افالا يعني قال كلش قال هذا هذا يعني نجم ولانكي جو ميشيل لاس قال انا بالنسبة لي هو مدرسة شفتو الناس هذوما ما يهدوش هكذا يعرفوا الراجل يعرفوا اللاعب كلاعب وحنا نقدروه اكثر من اللازم لازمنا نقدروه باسكو اعطى المثال للشباب واعطى يعني انا شفت جينيراسيون اعطى جينيراسيون بسكت فنقولوا احنا نترحموا عليه نعم نوسع عليه ان شاء الله شكرا جينا ان شاء الله. أول قناة إلكترونية في الجزائر.